لابته لابته وقفة شوميلة 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 يا شلفة هجن الشقف بالمركزين الأول والثاني الهادي هادي هذه الميهولة يا مرحبا بالميهولة يا مرحبا باللي لها القلب مشتاق عقب المقيض وعقب لفح السمايم رحب بها الجمهور من كل الآفاق يا مرحبا بأم الجدد والقدايم جديدها جديد هذا الليل مرهي وعملاق وقديمها طير كبار العمايم ميهولة اسم له معزة وميثاق عاد الحقايق بين طايح وقايم ناموسها للشيخ جوعان ينساق ناموس يا شيخ اللي الفوز دايم تهانينا لسعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني الشلفة مع الميهولة الشلفة الشلفة والتوقيت يتحطم تهاني رشح مبلك ثلاثة نقاط ياخذها المهندي ياخذها المهند حيو 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 الميهولة وحيو حيو الميهولة وحيو مبلش حيو مبلش 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 الذهب الذهب يا الهادي لا هدوء اليوم قالها لا هدوء اليوم ما في أي هدوء يا سالم يا العيد الله حقق الذهب حقق الذهب تهنئة على الهواء مباشرة نزف والي سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة الثاني على انتزاع وتحقيق الذهب مع مبلش تهانينا والناموس الذهب مع مبلش تهانينا والناموس المركز الشعار الغرفاوي ولكن هجروا الشقب هجروا الشقب هجروا الشقب اكتساح للرموز اكتساح للرموز اكتساح للأشواط الرئيسية شوط العمانيات معاضي 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 هجروا الشقب هجروا الشقب هجروا الشقب الهادي 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 ينفجر كالبركان الله يا ضي يا ضي يا ضي سلام 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 ثلاثية 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 سلام الرموز إلى هجر الشقب الرموز إلى هجر الشقب سلام يا هجر الشقب سلام على هذا الفوز والانتصار وتانية لمالك هذا شعار سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني على هذا الشوط مشكور على الصدارة مشكور بالبداية مشكور مع خنجر القعدان خنجر القعدان العمانيات مشكور وسيرين وهنا العاصف العاصف قادم الله 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 ولكن اللحظات اللحظات الأخيرة اللحظات المثيرة مشكور مشكور الشحانية مشكور مع البداية الله المشاغب يقدم مشكور مع خنجر القعدان خنجر القعدان العمانيات مشكور 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 يا المشاغب مشكور على هذا الأداء مشكور على الصدارة ولكن أتابع اللحظات الأخيرة خط النهاية خط النهاية مع مشكور تهانينا والناموس لهجر الشحانية والتاني للمشاغب محمد بن خالد العطية ثاني المراكز وصل وصل العاصف العاصف مع الذهبي سالم بن فوران المري الصغير الاسم الذي ينتمي لأعرق السلالات في الخليج وأقوى الفحول في الخليج على الإطلاق سلالة الفايز الموجود بمحمية أم الزبار وشقيقة المعجزة النادرة الله 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 على هذا الإبداع الله على هذا الإمتاع الذهبي الذهبي سالم بن فوران المري عاشق للذهب عاشق للمعجزة الصغيرة التي انتزعت الإنجاز التي انتزعت الشلفة الذهبية حيوا الصغيرة حيوها وحيوا الفايز وحيوا الجزيرة وحيوا أم الزبار وحيوا الذهبي سالم بن فان المري تهانينا والناموس لهجر الشحانية وتهانينا للذهبي سالم بن فاران المري
خنجر. مبدي يصل مشاهدينا الكرام ليتقدم خاطفا للمركز الاول ليختطف الناموس. الخنجر مبدي كهرمان. مبدي كهرمان. المشاقب يقدم لنا الاسمين الاولى. سلام وتحية واحترام لهجر الشحانية والمشاقب. محمد بن خالد العطية بعد فوز مشكور يقدم لنا الاسماء الجميلة الرائعة بهذه التحديات. كهرمان مبدي والتين مبدي كهرمان. يخطف الخنجر. سلام وتحية واحترام لأجل الشحانية وللمشاقب محمد بن خالد العطية. يا حضور اللي على المقدمة هذا هو مركزها دائما وأبدا. نتابعها 10 على 10 يا الذهبي مع حضور الإنجازات، حضور الفوز، حضور التحديات. سلام لهجن الشحانية، مرحبا بحضور اللي حضرت بكل أداء جميل، بانطلاقات جميلة، عصاها مثبتة في بطانها. ما شاء الله تبارك الله على هذا المستوى، مستوى حضور هجن الشحانية في شوط المرسيدس. انتزعت حضور وعصاها في بطانها، صاحبة الإنجازات، صاحبة السجلات الحافلة. سلام وتحية واحترام لهجن الشحانية وللذهبي سالم بن فاران المري. يحمل شعار هجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري يتواجد، وصدرت الأوامر مشاهدي الأعزاء على ظهر ختال. هذا هو ختال ينطلق إلى الأمتار الأخيرة ليحقق هذا الناموس المميز في مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. ختال مع البداية ينتزع هذا الناموس المميز ويحقق السيارة. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على هذا الحضور المميز، والتهنية للذهبي سالم بن فاران المري من قدم لنا ختال وفي هذا الشوط المميز يحقق هذا الناموس. تهانينا والف مبروك لحظات الوصول والعبور الى خط النهاية. تهانينا لهجن الشحانية وتوقيت مميز تحت اقدام ختال. تهانينا والف مبروك المركز الثاني. العطية الذي يتابع ضجة في هذا الشوط وعصاها في البطان بدون أوامر ولا مضايقات. هذه ضجة مشاهدين الأعزاء في تحدياتها الجميلة، منطلقة نحو الناموس، مندفعة مع الانتصار مع اللحظات الأخيرة. نتابع هذا الأداء الجميل على المركز الثاني وود وفي ثالث المراكز طرب، ولكن ضجة موقعها مميز. تنطلق مشاهدين الأعزاء لتكون نجمة لهذا الشوط وعلامة فارقة في هذا الشوط، والعصا في الأبطان بدون أوامر ولا تعليمات. تهانينا لمؤسسة هجن الشحانية على اقتنائها لمثل هذه النوعيات الفاخرة، وشكرا للمشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية اللي قدم ضجة في هذا الشوط. المركز الثاني وصل الطرب. الشقب يقدم لنا تحديات المميزة والجميلة، شعار الميهولة وشعار الأسماء هنا مع البداية مع المركز الأول. الله يا سلام، شعار الشقب يتقدم مع نفلة البطل بن جبران مع نفلة، ولكن العطية المشاغب خطير في هذا المسار يقدم لنا الشوف ونفلة الأمتار الأخيرة، ولكن نفلة هجن الشقب تقدم لنا نفلة بتحدياتها المميزة والجميلة. السيارة وناموس شوط الختام مع هجن الشقب. سلام البطل بن جبران، سلام على هذا الأداء المميز والجميل اللي تقدم نفلة. تهانينا والناموس لهجن الشقب على هذا الفوز وهذا الانتصار، وتهانينا لبن جبران من يتابع هذا الشعار المركز الثاني. لا بدأ وقفة شوميلة.